السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنتي، الله يبارك فيك. عقلتيني من اللي هضرت معك ديك الزمان. أي مرحبا، أهلا. ما شاء الله، الله يشافيك بنتي. أنا ديك المرة ما كنتش قدرت نعاود لك حيت كنت مرتبك، حيت كانت أول مشاركة ليا. مرحبا بنتي. المهم اليوم قلت بغيت نعاود لك بزاف باش عمي يفهم حالتي. إيه مرحبا. المهم أنا ملي كنت صغيرة كان كيجيني الوساوس، يعني كنخاف من الموت، كنخاف من أي حاجة، لكن كنت صغيرة بزاف ما عرفتش أنا شنو داك الشيء. إيه. وما كانش عندي حتى تليفون ولا الإنترنت باش أنا نقدر نقلب ولا. نعم. المهم فاش كنت كان عندي ديك 13 عام كان جاني الوسواس العقيدة. أنا ديك الوقيتة باقا صغيرة ويلا بديت كنظن ما عرفتش كاع شنو داك الشيء، واش منين وين كنت غير كنجيو ما عرفتش شنو. أش قال لك هاد الوسواس على العقيدة؟ كيبقى يسب الدين، كيسب الله، وانا ما عرفتش كاع داك الشيء. ما شاء الله، يا بنتي. المهم وكان عندي غير واحد الكتاب فيه الدعاء والتقرب الى الله، كنت كنبقى نقرا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، صافي كنرتاح به وكنسى داك الشيء. سبحان الله، نعم. المهم بقى كيتطور معايا الامر كل عام كل عام كل عام باش كنمرض. لا اله الا واحد العام في رمضان كاع حتى قرب الفجر جاتني واحد الفزع في قلبي، صافي جاني داك الشيء في راسي راه غنموت، بقيت عاوتاني مريضه شهرين. لا اله الا الله. ما كنعرفش داك الشيء منين كيجي، لكن دغيا كنتشافى منه. ما شاء الله. مؤخرا في هاد شهر 8 رجع لي الوسواس العقيدة بزاف، ومع صافي وليت كنقلب بزاف. شهر 8 إذا شحال عمرك دابا حاليا دابا زينب؟ 20 سنة. نعم، وسواس العقيدة. 20 سنين تقريبا. نعم، زينب كتقري بنتي في المدرسة في الثانوية فاش؟ لا كنقرا في الكلية. في الجامعة. أش من تخصص؟ اقتصاد. نعم انت. قلت لك صافي بقيت كنقلب في الفتاوى هكا باش نرتاح نفسيا، ولكن انا يمكن هذاك هو الغلط اللي درت. نعم. حيت ذاك الشيء غير ما زاد عليا وزاد الخوف. ما شاء الله، كيوضرك كيخليك متالفه. كنت كتقرا كتقول بان السب باجماع العلماء راه كفر وهادي، ولا اللي سب النبي راه خصو يتقتل على تقبيل التوبه ديالي، يعني انا غير هذا الخوف. نعم. ما خلاش كاع ديك الافكار تحيد ليا من راسي. ما شاء الله. ما شاء الله. بنتي زينب بالنسبة للطالبات معك في الجامعة، كتكلموا بعضياتكم بعض المرات ديك الدردشة ديال الطلبة في البيفات مثلا، كتجبدوا هاد المواضيع بعضياتكم، واش أنت اللي عندك هاد الإشكال ولا بعض زميلاتك نفسهم تما عندهم؟ تقريبا ما عندهمش واحد صاحبتي، ولكن هي بحال وسواسها عادي، غير ذاك الخوف من المستقبل، الخوف من النظافة وهكا، ماشي بحالي أنا لهالدرجة. نعم نعم بنتي، الله يشافيك ويعافيك يا ربي يا كريم، وان شاء الله غيكون منك الخير. كيقولوا المغاربه غيكون منك الكاينه، لان هذا اللي عنده هذه الصفه في الغالب كيكون هو مبدع، وان الله يهيئه لكي يبني ايمانه على يقين وثبات. بنتي زينب، هذه الحاله ديال الوسوسه هي انواع واشكال. احنا قلنا ما هي الوسوسه؟ هي كلام خفي، هواتف تاتي في ذهنك بحال الخيالات، وكتسمع الصوت احيانا كتجيك غير خواطر ذهنيه وخيالات تغزو فكرك. مره كتبان لك صور وكانها شريط سينمائي يمر امام عينيك، كتدخل لواحد العالم غريب. احيانا الوسوسه كتزعم، ما كتبقاش غير خواطر او صور ذهنيه، كتعود هواتف، كتسمع صوت كيتكلم معك. واحيانا كيزعم كثار وكيجيك في الليل وكتحس بانه يلامسك، أو أنه بجانبك، أو أنه يضاجعك، أو غير ذلك. فهي كلها وسوسة، سببها تسلط الجني على الإنسي، هذه أصل الوسوسة. غالبا الوسوسة ملي كتجي للإنسان كتجي بأشكال مختلفة، أعلاها الوسوسة في العقيدة. الناس كتجيهم في العقيدة كيقول أن الله غير موجود. وكاين اللي كتجي الوسوسة أدناها في النظافة، داك اللي كتلقى دائما كيغسل بالصابون، ناري الميكروب، ناري مسيت هذا، ناري غادي يوقع لي تسرب كذا، وكيبقى مضاربة مع راسه كيبغي يغسل وينظف، هذه ادناها. وكاين الوسوسه اللي كتجي في الخوف من المستقبل، ديما كيقول غدا اش غادي يوقع، غنخرج من الخدمه، غيتقطع لي الرزق،
غايب يضيع ولادي، ما عنديش المستقبل، هذا خوف خطير. وكاين اللي عنده الحزن، الوسوسه بالحزن على الماضي، كيبقى جالس نهار كامل كيقول لك ما عندي زهر، ضاع عمري وضاعت لي الفرص، كنت نسحب النهار الاول ما نتلاقاش مع فلان، كنت نسحب النهار الاول ما نديرش هذا الاختيار، ونبقى كيبقى عايش في واحد الدوامه ديال الوسوسه ديال الماضي، صراع مع الماضي. وكاين الوسوسه ديال الشهوات والعياذ بالله. الانسان كتلقى شابه كتجيها بان خصها لابد تلبس اجمل لباس وتغري الرجال وتتعطر وتتزين، وكاين الرجل اللي كيقلب غير على النساء، لابد نهار كامل عقله وشغله الشاغل الشهوات، اما من النساء كتلقى دائما كيقلب في الطرقات وفي المقاهي، واما كاللي كتجيه الوسوسه على جمع المال، نهار كامل هو كيجري يجري جري الوحوش في البريه باش يجمع المال، كيبقى يجمع وما كيستغنوش، ما ياكلوا ما يشربوا غا كيجمع. وكاين اللي كتجي الله يحفظنا واياكم الوسوسه على جمع السلطات، خصو يكون برلماني ورئيس اتحاد كذا ورئيس نقابه كذا وتاجر في مقاوله كذا، خصو يبقى يجمع بزاف الالقاب بس يكون عمر اللي تكلم معاه يدخل، كله كيجاتو اشكال والوان. انت الوسوسه اللي عندك بنتي زينب هذيك الوسوسه الطبيعيه اللي كتسمى وسوسه العقيده، اللي كان واحد الصحابي جليل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يا رسول الله لما نكون معك كلي كنكون مؤمن وكنتقي الله، ملي كنمشي بوحدي كتجيني افكار كنقول وقيل القران الكريم ماشي صواب، ربما غير مخلوق وضعه محمد، وفكره الله الله غير موجود، هذا الكون غادي غير بوحده. فقال لي كنحشم من نفسي، فقال لي النبي الكريم ذلك محض الايمان، ذلك محض الايمان، لان المؤمن الصادق هو اللي كتجيه الجدل، هذا الايمان الصادق من غير الوسوسه، الايمان الصادق خصك تبني ايمانك على اليقين. ربي عز وجل قال لنا فاعلم انه لا اله الا الله، لم يقل لنا في كتابه العزيز قل لا اله الا الله، قال لك فاعلم انه لا اله الا الله، وملي كتعلمها بالادله والبراهين تنتقل الى ان تقول اشهد أن لا إله إلا الله، أشهد شهود بالعين والقلب والدليل والبرهان. إبليس غالبا كيبدأ بالوسوسة من الصبا، كيبدأ بالإنسان من الصبا، باقي في كرشمو يالله كيخرج من كرشمو أقبل يالله باه بغى يتلاقى مع عمو يالله غتكون داك العلاقة الزوجية. إبليس كيدخل بين الرجل ومراته باش يأذي الإنسان داك المولود اللي غيتولد، باقي كما بدأ. لذا قال في القرآن الكريم ربنا عز وجل وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. شاركهم، الراجل كيكون مع امراته كيدخل بيناتهم إبليس كيشاركهم في العملية الزوجية باش يعني ذاك الإنسان ملي كيتولد كيولد كيتولد ماشي هو هذاك مخلط، وملي كيتولد ذاك الجنين سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا أدنوا له في أذنه اليمنى وأقيموا له الصلاة في اليسرى وقل فانه لا تمسه مكائد الشيطان. وفي العلاقه قال لك امسك المراه وقل اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ولو دنا ليه لا تمسه ام الصبيان. تابعك تابعك، هو خصو لابد يقرب لك. ملي كتكون باقيه الله كتبلغ 13 سنه البنت كتبلغ، كيبدا يجيها كاين بعض الفتيات كيجيها في الصور الجنسيه، كيصبع عندها راسها كل عامر بصور ذهنيه اللي هي مخله للحياه. وكاين النوع الاخر اللي بحالك ديال زينب كتجيها الصور ديال الافكار ديال العقيده، اول فكره كيقول الله موجود ربما غير كلام، اين هو الله؟ واذا كان موجود من خلق الله؟ ومن ولده؟ واذا كان الله هو الاول ماذا كان قبل الاول؟ واذا كان هو الاخر ماذا بعد الاخر؟ والله تعالى ما شكله؟ ما وجهه؟ هل له عينين؟ هل له يد؟ هل له جهه؟ هل له زوجة؟ كيف يعيش؟ كيف يأكل؟ كيف يفعل؟ كتجي هذه الأفكار وكيبقى. فقال لنا النبي الكريم من جاءت هذه الأفكار فليقل لا إله إلا الله، جددوا إيمانكم فإن الإيمان لا يبلى كما يبلى التوب، فجددوا إيمانكم بقولكم لا إله إلا الله. من الإنسان كيبدي يكبر شوية كتجيه مازال الأفكار، كيآمن بأن الله موجود ولكن كياخذ واحد الصورة ذهنية مسيئة عن الذات الإلهية، كيقول هذا الإله إذا خلقنا وتركنا فوق هذه الأرض نتعذب، خلى الحروب والويلات، راه أكبر عملية كفر دازت في القرن المعاصر
عقب الحربين العالميتين المدمرتين. علاش كنلقاو اوروبا معظم ما فيها سي سو اتي ما كيامنوا بوالو؟ لان من اللي مرات الحربين العالميتين كان هناك الدمار والخراب. مجموعه ديال الناس كيقولوا اين هو الله؟ لماذا لم يتدخل؟ فنشأ فكر الحادي، وكانوا المسرحيات لو ديو لو شاتون اللي كيتكلموا على الصراع بين الاله والشيطان. فكر الحادي ساد في المجتمع الاوروبي وكينعكس على مجموعه من المنتجات الفنيه، وسببه لانه بقى كيامن بوالو. هذا حرمان من رحمه الله سبحانه وتعالى. وكيبقى الانسان غادي كيكبر وكيقول ربما الله ظلمني، لماذا خلقني انا فقير؟ لماذا خلقني مريض؟ لماذا خلقني معاق؟ لماذا خلقني في بلد متخلف؟ لماذا لم اخلق في اليابان او في الصين او في لاس فيغاس؟ لماذا خلقت في منطقه فيها الفقر وفيها القمع؟ لماذا؟ وكيبقى مضارب مع راسه، ربي ظلمني. كيقول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد. هذا الكلام قالوا الاولين، قالوا بان الله يظلم، فاجابهم الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد. فقالوا نعم ليس بظلام صيغه مبالغه ولكنه ظالم، ليس بظلام لكن ظالم. فرد عليهم الله جل جلاله ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. ان الله لا يظلم مثقال ذره، كلمه الذره لم تكن معروفه في الفكر العربي والاسلامي حتى جاء اينشتاين ودار تفجير الذره وسمى الذره هي الجزء الذي لا يتجزا من الشيء. فربي عز وجل تكلم عن الذره وقال ولا اكثر ولا اقل، بمعنى هناك اقل من الذره هو البروتون والنيوتون، اللي فيه اشاره علميه قويه بان هذا الكلام راه كلام رب العالمين وليس كلام نبي يرعى الغنم. الادله على وجود الله تعالى كثيره لا تعد تحصى. ربي عز وجل قال لك في الافاق وفي انفسكم، الافاق كلها دل على وجود الله، هذا القمر والنجوم والكواكب والافلاك والسنوات الضوئيه تتباعد حولها الكواكب والنجوم دل على وجود الله. ثم قال في الختام وفي انفسكم افلا تبصرون. شوف راسك في المرايه وغيبان لك من صنعك، شوف الصوره ديالك. عندك الحاجبين، الحاجبين هو بحال بدا الدماغ، الدماغ هو صغير الحجم في واحد لابيس كتهز الاطنان المطنطنه ديال الكتب المعلومات. دماغك صغير فيه 300 غرام وكيخبي المعلومات كثيره بحال الكمبيوتر، وكيخبي الاحداث كثيره. اللي سولتي واخا امي تقول لي عاود لي على هزه الملك، وعاود لي على ايام الاستعمار، وعاود لي على بن عرفه، وعاود لي على ثوره بوحماره، وعاود لي على ايام المجاعه، وعاود لي على ثوره السنغال، وعاود لي تاريخ المغرب حافظه كامل. شوف هذوك الناس اللي حدا الباب حدا الشجر كيلعبوا الكارطة وضامة مسنين، تجلس معاه العجاب العجاب، دماغه باقي محصل على كل شيء. منين جابوا الدماغ؟ هو عطى صمم الله تعالى انه يختزن المعلومات. هذا الدماغ سيت لوجيسيال، لوجيسيال في الدماغ. كنجيو للعينين كنلقى بان عندنا الحاجبين، الحاجبين هما بحال سويغلاس، سويغلاس لما يتصبب العرق من الجبين ربي كيحمي العرق ان يدخل الى العين، فكتلقى الحاجبين بحال سبيكلاس كيمنعوهم. وهما جميلتين الحاجبين، فيهم الشخصيه، ممكن نعرف شخصيه الانسان واش هو انهزامي ولا ثوري ولا مسالم ولا عاطفي ولا قلبه قاصح غير من الحاجبين. هناك تيار في علم النفس نشوف غير الحاجبين نقول لك من انت وما هي شخصيتك. عجب الهي. كنجيو للعينين، العينين كيقول لك الله تعالى وشق البصر. العينين كانوا في الاول هكذا ما غير اللحمه، فشق الله البصر وجعلنا فيهم ذاك العيون فيهم المومو ديال العين، هذيك راها كاميرا بالالوان تشتغل بغير بطاريه. من خلق هذه العظمه؟ الكاميرا لما خلق الانسان احتلق الثامن عشر. آلة التصوير كانت بالابيض والاسود على اتجاه واحد، هذه فيها لي كاتر ديمونسيون وكتشتغل بالالوان. ايام زمان كانت ابيض واسود. والكاميرا دابا حاليا المتطوره النيميريك خصها البطاريه، ليست البطاريه كتسكت، حنا كتشتغل بدون بطاريه. عظمه الهيه. كتجي الانف ديالنا بحال الاسبيراتور، داك الاسبيراتور اللي كيشطب وكيجفف، هكذا جعلنا الله الانف في الجعبه
وفي ديك الشعيرات تنفس استنشاق واستمتار، وكتجي الفم كتلقى لك الفم في السنان وفي لسان بحال جهاز المولينكس كيطحن طحانه اللسان لحمه وحده السنان كيعضوا من شعر وعمر السنان ما كيعضوا اللسان، نعمه وبركه عظيمه. وكنلقاو عدد كبير ديال الادله والبراهين داله على وجود الله، وكنلقاو غير الماء، الماء اللي كاين في الودنين كنلقاو الماء ماء هو مر باش يمنع الودنين بحال لي بارابول التصميم ديالهم، الماء ديالهم مر باش يمنع تسرب الحشرات الى الاذن، الماء اللي كاين في العينين مالح دموع باش يحمي العين من الفساد، والنيف فيه الماء زائد الملوحه كيحمينا من الزكام، والماء اللي عندنا في الفم حلو المذاق. كثير هي الادله والبراهين على وجود الله. بنتي زينب ان شاء الله غنتكلموا على الادله والبراهين الواقعيه وفي انفسكم، افلا تبصرون؟ كثيره وكثيره جدا. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.